يا شباب، اخباركم ايه؟ وبتكونوا بخير ان شاء الله باذن الله. هنتكلم النهارده عن السيرفي سيرش اللي هو شابتر 4. هو اول ميثودولوجي معانا للديتا كولكشن تكنيكس. تمام. السيرفي سيرش او كولكتنج داتا باي سيرفيز هو عباره عن كوانتيتيف ميثودولوجي of collecting data. طيب هنعرف الفرق بين ال quantitative وال qualitative بالتفصيل ان شاء الله بإذن الله في chapter 5. طيب دلوقتي خلينا نعرف يعني ايه survey research. طيب كم واحد فينا مرة راح مثلا مطعم او اي محل او حتى على الايميل وصلوا مجموعة اسئلة بتسأله في رأيه او في وجهة نظر معينة عن حاجة معينة؟ تمام. كتير بتحصل لنا. طيب ممكن الاسئلة دي تبقى written او oral او ممكن. طيب تعالوا كده نشوف يعني ايه survey. هي some pre-designed questions to collect some data from a specific sample in a specific field. احنا عرفنا ازاي بنختار السامبل بتاعتنا وازاي بنختار السايز بتاع السامبل بتاعتنا. هنبدأ بقى نجمع البيانات منهم. تمام. انا كريسيرشر، السيرفي هي من اهم التولز اللي لازم اكون فاهمها كويس واعرف ازاي اصمم سيرفي ناجح علشان اقدر ان انا اقيس بيه حاجة معينة. طيب هتقولوا لي في مجال الاي تي مثلا ده ايه لازمته؟ هقول لحضراتكم ان مثلا في مجال الاي تي انا كريسيرشر ممكن اخد رأي الكاسمرز بتوعي في السيستم. تمام. جزء من السوفت وير تيست، مش بس ان حضرتك تتست البرنامج تمام وتشوف فيه ايرورز ولا لا. جزء من الكواليتي اوف ذا سوفت وير لازم حضرتك تقيس راي العملاء في الانتر اكتيفيتي والافيشنسي والافكتيفيتي والاسفل الافكتيفنس الخاصه بالسوفت وير اللي حضرتك عامله له. جميل. طيب ازاي تاخد المعلومات اللي انت عايزها باقل مجهود من العميل اللي قدامك من غير ما تزهقه، من غير ما تضغط عليه او تكرره في السوفت وير او تكرره في الحاجه اللي انت بتقيس مدى رضاه عليها؟ ده اللي احنا هنتعلمه، ازاي تعمل مجموعه اسئله تكولكت داتا بيهم بطريقه بسيطه. تمام. عايزين نتفق ان السيرفي هي كوانتيتيف تكنيك يعني معدود، يعني هقول 5 من 10 قالوا او 5 من 10 وافقوا على كذا، او 5 من 10 كان عاجبهم كذا، او مش لازم 5 طبعا، يعني انا بقول فور اكزامبل. جميل. طيب السيرفي are now used in all areas of life. Business, consumer groups, publishers, and advertisers use them in their everyday decision-making process. جميل. تمام. طيب مميزات السيرفي. مميزات السيرفي عندنا كذا ميزة للسيرفي. أول حاجة بقدر اقيس بيها واقع مشكلة معينة. تمام. محدش هيكون مش عاجبه حاجة وهيقول ده عاجبني، خلاص هو وارد طبعا، بس هي realistic setting يعني حوالين حاجة real معينة، خلاص مش انا بقول في قصة والعميل او السامبل اللي قدامي، بقى خلينا نتكلم كلام ريسيرشر، السامبل اللي قدامي
في وادي تاني خالص، يعني مش انا في وادي وهو في وادي، لا ده حلقة وصل ما بين السوشيال ما بين السامبل علشان اقيس حاجة معينة في الواقع اللي انا بقيس عليه. تاني حاجة، the cost of survey is reasonable considering the amount of information gathered. جميل، يعني بالمقارنة مقارنة السيرفي بتكلفته مع حجم البيانات اللي هو بيوفره لي، لا شاسع. تمام. In addition, researchers can control expenses by selecting from four major types of survey. يا اما ممكن اعمل كاستمايزيشن للكوستس بتاعتي لو انا مش معايا كوست كبيره علشان تنقل وجمع البيانات من كذا مكان وكذا سامبل وكده، انا ممكن اقيس بالميل بالتليفون بالبيرسونال انترفيو بالجروب ادمنستريشن. بالمناسبه بيرسونال انترفيو جروب ادمنستريشن هنفهم دول تكنيكس، تو تكنيكس بنستخدمهم وهنفهم اكتر عنهم ان شاء الله باذن الله بعد كده. طيب جروب ادمنستريشن، حضرتك بتقعد جروب قدامك باختصار وبتبدا تدير الجلسه دي. تمام. البيرسونال انترفيو واحد واحد بيبقى بيرسونال، يعني من اسمها بيرسونال، يعني واحد بيقعد قدامك تبدا تقيس مجموعه او تساله مجموعه اسئله وتقيس اللي انت عايزه على الشخص ده. تالت ميزه، large amount of data can be collected with relative ease from a variety of people. تمام. كمية بيانات كبيرة ممكن أجيبها أو أجمعها من ناس كتير. آخر حاجة، data helpful to survey research already exist. data archives أو archives government documents census material radio and television rating books etc. تمام. الداتا، البيانات اللي انا هحتاجها او الداتا اللي انا هحتاجها علشان اعمل السيرفي ريسيرش بتبقى متاحه في اماكن كتير جدا. ممكن اجمعها من الاركايفز، بالمناسبه ممكن اجمعها من الجفرمنت دوكيمنت، مش لازم ان انا اسال حد معين، ممكن انا اجمعها، يعني انا اصمم السيرفي بتاعي واملى السيرفي بناء مثلا على الجفرمنت دوكيمنتس، بناء على راديو او تلفزيون بروجرام او ريتنج بوكس. تمام. في حاجه في الاذاعه والتلفزيون اسمها ريتنج بوكس. تمام. دي اللي هي بيقولوا مثلا البرنامج ده تم مشاهدته كذا مره واتذاع في الفتره الفلانيه والحاجات دي كلها، ايه محفوظه في الاماكن الخاصه بيها. طب البرنامج ده خاص بايه مثلا؟ خاص بقضيه معينه او بحاجه معينه او بنوع معين من البروبلمز المجتمعيه مثلا او السوشيال بروبلمز، فبالتالي ايه بقدر ان انا اتوجه واجيب من الريتنج بوكس اللي انا عايزاه. خلاص، مش لازم يبقى ايه يبقى من انسان او من اشخاص، ممكن السامبل بتاعتي تبقى حاجه تانية غير شخص. تمام. طيب زي اي حاجه في الدنيا، زي ما ليه مزايا ليه عيوب. اول عيب فيها او في السيرفي، ما بنقدرش ان احنا نتعامل مع الداتا اللي احنا جمعناها دي ك بيانات معمليه او بيانات مجربه. تمام. بتبقى وارد فيها نسبه الخطا كبيره جدا. طيب تاني ديسادفانتج ان ممكن يكون طريقه تكوين السؤال نفسها او طريقه الكتابه او ممكن كلمه جوه السيرفي في صياغه كويشن معينه تؤدي لاجابه غلط من السامبل اللي انا بقيس عليها. تمام. يبقى inappropriate wording and placement of questions within a questionnaire او survey، السيرفي اللي اسمه تاني اللي هو الكويشنير، can bias result، يعني
ممكن تؤدي إلى تحيز النتائج، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض بعد شوية. A few disadvantages of survey research especially in telephone studies. تمام، في التليفون ستادس بيحصل ايه؟ بيحصل ان ممكن انا حد يرد عليا اقول له حضرتك انا عايز اقيس مجموعة اسئلة، يقول لي اهلا وسهلا بيك مثلا، ده لو وافق يعني. ف اقول له انا عايز السن يكون من 18 ل 24 سنة، يقول لي ايوه انا كده، وممكن يكون هو فوق ال 30 او اكبر من كده بكتير. تمام، وبيخدعني او يعني بيقول لي بيانات خاطئة خلاص بغرض الفضول عند الشخص اللي قدامي مثلا، او بأي غرض في نفسه. تمام، فبالتالي هقيس بيانات غلط اساسا. خلاص، disadvantage كمان من السيرفي، some survey research is becoming more and more difficult to conduct. بعض السيرفي ممكن تبقى صعبة ان انا اطبقها بالفعل. في حالة ايه؟ لو انا قدامي مثلا انسر ماشين هيجاوب عليا، هل هقدر اجمع سيرفي او الاسئلة بتاعت السيرفي منه، اجابات الاسئلة بتاعت السيرفي منه؟ طبعا صعب جدا. تمام، فبالتالي في حالة ال recorded messages او ال answer machine دي unwilling ماشي participants، ف unwilling participants دول بيؤدي لصعوبة في تجميع البيانات وعدة محاولات كتير على ما بوصل لمجموعة بيانات معينة. علشان أعرف أعمل سيرفي صح لازم أعرف أصيغ أسئلة صح، وعشان أعرف أصيغ أسئلة صح لازم أتعلم أنواع الأسئلة وكل سؤال بيتحط إمتى وليه. تمام، والادفانتج والديس ادفانتج بتاعت كل نوع من انواع الاسئله. تمام، عندي تو تايبس اوف كويشن، يا اما اوبن اند كويشن يا اما كلوز اند كويشن. ناخد كده بوز يعني ثانيتين ثلاثه كده ونشوف الجدول اللي قدامنا. ده عندكم في الكتاب. الفرق بين الاوبن اند والكلوز اند، هنعرف الفرق، هنعرف نحط ده امتى، هنعرف نحط ده امتى. يعني ايه اوبن اند الاول؟ الاوبن اند او الاوبن كويشن بيستهدف ان اللي قدامي يعبر بحرية او بشكل مفصل عن حاجة معينة. تمام، زي ما بقولك مثلا ايه رأيك في كذا كذا كذا، في الحالة دي انا ما اديتلكش خيارات معينة تبقى محدود بيها. تمام، طيب الكلوز اند او الكلوز كويشن بيبقى بدي لك اختيارات معينة، سواء اختيارين او عجبك كذا yes or no، او اكتر من اختيار مثلا اديني ويت مثلا لحاجة معينة، مثلا weak ولا good ولا very good ولا excellent زي ما انت عايز. تمام، بس بدي لك اختيارات، انت بتعبر عن رأيك بس من خلال اختيارات معينة. طيب تعالوا نقرأ اللي موجود في الجدول او نعرفه مع بعض. الاوبن كويشن tend to be slower to administer، يعني ايه؟ يعني هو ابطأ في الادارة. طب طبيعي ابطأ في الادارة لانه محتاج بعد ما هجمع البيانات من العميل ان انا هحلل البيانات دي ازاي، ان انا هقرأ كويس جدا، مش بس ان انا هعد كم واحد قال مثلا good وكم واحد قال very good، لا هيبقى ابطأ لان انا علشان ادير الاوبن كويشن وحلل البيانات اللي جاية منه ده بيحتاج وقت. تمام، can be harder to record response، خلاص اصعب او بيحتاج مجهود اكبر في ان انا بقيس ال responses اللي جاية لي. may be difficult to code especially if multiple answers are given، في حالة ان كذا اجابة وصلالي. تمام، فبالتالي صعب ان انا يعني افردهم لكذا اوبشن. دون،
في ميزة مهمة جدا اللي هي ما بتخنقش التعبير عن الرأي، يعني او الريسبوندنت بتاعي او اللي هو بيجاوب على اسئلتي ما بيكونش مخنوق، بيعبر بحرية. السفل تمام، دوم السفل ريسبونس enable respondent to raise new issues. ماشي، بتخلي ال respondent اللي قدامي بيطلع حاجة أنا ما كنتش عاملاها في الحسبان، أو بيطلع وجهات نظر، أو ممكن يقول حاجة أنا ما كنتش عاملة حسابها في الحسبان. Respondents tend to feel that they have been able to speak their mind. خلاص بيحسوا ان هم لهم مطلق الحرية، او بالحرية في انهم يعبروا عن رأيهم. In self-administrated questionnaire, respondents might not be willing to write a long answer and decide to leave question blank. يعني ممكن لو انا قدامي مجموعة respondent، نادر لما حد، وده عيب طبعا، نادر لما حد يجاوب على الأسئلة دي، وده يعتبر عيب في الـ open question. How do you know meaning of a blank question, blank answer when you come to the analysis؟ خلاص مش هتفهم ايه معنى ان هو سايبهولك فاضي. طبعا هو كسل يكتب او كسل يقول الاجابه بتاعته، فبالتالي طبعا في حاله الاناليسيس هيبقى السؤال ده مفقود. Can use open question to find out all possible responses before designing a closed ended questionnaire. يعني ممكن استخدم الاوبن اندد في حاله ان انا عايز اعرف معظم الآراء اللي ممكن أحطها كاختيارات، ماشي، قبل ما أصمم الفاينل سيرفي بتاعي أو الفاينل كويشنير بتاعي، وأصمم الفاينل كويشنير بقى في هيئة closed question. طيب closed question على عكس طبعا الـ open question tend to be quicker, often easier and quicker for the researcher to record responses, tend to be easy to code. سهل ان انا اعمل له كودينج. Respondents can only answer in a predefined way. خلاص انت عارف ان هو مش هيخرج عن الاختيارات اللي انت محددها له في الاول. New issues can't be raised. مفيش اي حاجة غير متوقعة هتظهر. Respondents can only answer in a way which may not match their actual opinion and may therefore become frustrated. خلاص يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا كريسبوندنت ممكن ما تكونش الاجابات اللي انا اللي الريسيرشر اللي قدامي حاططها دي بتفي بغرضي او برايي، فبالتالي بيصاب بالاحباط، او ما ببقاش satisfied with the responses. خلاص it's quick and easy for respondents to tick box، ان هو يعلم على البوكس الصح. can include a section at the end of a closed end questionnaire for people to write in a longer response if they wish. عادة ال closed question او ال closed questionnaire بسيب مجموعة سطور فاضية في الآخر، تمام، أو بسأل الريسبوندنت بتاعي هل ليك أي حاجة تانية عايز تضيفها. خلاص عشان لو عايز يعبر عن أي حاجة أنا وقعت مني في الكويشنز بتاعتي، خلاص، أو يعبر عن رأيي بطريقة تبين لي مثلا حاجة غير الأوبشنز اللي أنا حطاها في الكويشنز، يبقى عنده مطلق الحرية. طيب دلوقتي هنتعرف مع بعض، احنا عرفنا الفرق بين الاوبن والكلوزد، دلوقتي هنتعرف مع بعض على الجايد لاينز بقى اللي انا لازم اتبعها وانا بصمم اي سيرفي علشان يبقى السيرفي بتاعي acceptable. تمام، اول حاجة make questions clear. تاني جايد لاين keep questions short. Number three,
remember the purpose of the research. ما يتوهش عن دماغ خالص ان انت جوه هدف معين. Don't ask double-barreled questions. Avoid biased words or terms. Avoid leading questions. أي كلمات بتؤدي للتحيز لرأي معين ابعد عنها. أي أسئلة تؤدي لإجابة معينة من الريسبوندنت ابعد عنها. Don't use questions that ask for highly detailed information. Highly detailed information زي مسألة مثلا السنة اللي فاتت ذاكرت كام ساعة. طبعا معظمكم هيقول لي مثلا ما ذاكرتش ولا دقيقة عادي تمام خصوصا السنة اللي فاتت دي لكن احنا بنتكلم عن ال highly detailed information اللي بتحتاج مجهود كبير من الريسبوندنت بتاعي علشان يقدر يجمع البيانات. محتاج ميموري، محتاج ان هو ياخد تايم ويقعد يعد والكلام ده كله اسمه highly detailed information. استخدمت مثلا برنامج الوورد كم مرة خلال مثلا 6 شهور اللي فاتوا؟ لا طبعا ما ينفعش السؤال بالصيغة دي لان ده بيبقى highly detailed question. Avoid potentially embarrassing questions unless absolutely necessary. يعني اي اسئلة محرجة ابعد عنها ماشي بس في حالة فقط لا غير، في حالة فقط لا غير ان احنا محتاجين فعلا الاجابة دي urgent تمام في الكويشنير بتاعي. طيب زي ايه الامبريزنج كويشن يا جماعة؟ نفكر كده ثانية. زي ايه ابسط حاجة؟ ابسط حاجة الامبريزنج كويشن ان حضرتك ما تسألش دايركت واحدة ست انت عندك كام سنة. دي ابسط حاجة تمام. معظم الستات ما بيحبوش ان هما يقولوا عمرهم الحقيقي تمام. فبالتالي في الحالة دي طب ايه الهوب؟ انا عايز اعرف سنها تمام. في الحالة دي لو لازم ولابد تسأل عن سنها في الكوشنير بتاعك يبقى حط رينج ماشي مثلا من 20 ل 25، 25 ل 30، 30 ل 35 كده تمام. غير كده لو هو مش لازم ما تحطش السؤال خالص. ما حدش يسأل عن حد السالري بتاعك ماشي. ما حدش يسأل معلش انا ابسط اجابة انت مالك ماشي. الا لو كان انا بقيس مستوى الدخل اللي قدامي وبالتالي برضو بحط رينج خلاص، بحط رينج عشان اعرف مستوى دخل اللي قدامي وبالتالي بقيم مثلا مستوى منتجات معين يقدر يشتريه ولا لا. ابقى عارف مثلا لو هو مستوى دخل قليل شوية مش هيقدر يشتري مثلا براند زي ديور زي اي براند عالية تمام. فبالتالي ببقى ايه عارفة الاسئلة اللي ممكن تتسأل للشخص ده او ممكن ان هي هتبقى بالنسبة له مش acceptable تمام. دي بالنسبة لل 8 guidelines ان حضرتك تخلي اسئلتك واضحة قصيرة تفهم او تبقى في دماغك على طول طول السيرفي وانت بتصمم السيرفي بتاعك او الكوشنير بتاعك ان هو ايه الغرض من الريسيرش بتاعك، انت بتعمل سيرفي ده ليه. دبل barreled questions يعني ايه؟ يعني الاجابة اللي ملفوفة اللي بتؤدي اللي ليها معنيه ايه يعني الاسفة الدبل barreled يعني اللي هي مقسومة لسؤالين اللي ممكن تتقسم لسؤالين. البايز التحيزية، الليدنج اللي بتؤدي لإجابة معينة. البايز والليدنج شوية شبه بعض. الكويشنز اللي بتحتاج هايلي ديتيلد انفورميشن او الامبريزنج اللي هي المحرجة. طيب علشان اصمم السيرفي بتاعي، عشان اصمم السيرفي بتاعي عايزة اعرف الاجزاء بتاعته. عندي 3 أجزاء أساسية في أي كوشنير أو في أي سيرفي. أول جزء الانترودكشن. الانترودكشن بتبقى مقدمة بسيطة عن الهدف بتاع السيرفي في حدود مثلا 2 أو 3. الانستراكشنز
instructions اللي هي التعليمات اللي انا بحطها للريسبوندنت اللي قدامي علشان يبدأ يتبعها وهو بيجاوب السيرفي. اقول له مثلا لو حضرتك في رينج السن الفلاني جاوب من الاسئلة من 1 لـ 7، لو حضرتك مثلا في رينج السن تاني مختلف عن الاولاني يبقى جاوب من ابدأ من السؤال رقم 8 وهكذا. تمام، بعض الانستراكشنز اللي انا هحطها علشان تسهل للريسبوندنت بتاعي ان هو يجاوب على الاسئله. وبعدين جزء الاسئله بقى اللي انا هصممه بناء على الجايد لاينز اللي احنا عرفناها مع بعض. بالمناسبه الجايد لاينز يعني هديكوا كده برضو فيديو عن بعض الامثله للجايد لاينز زي ما احنا خدنا الامثله على السامبلينج. تمام، فيديو خاص بالامثله على السامبلينج وازاي تقدر ان انت تحدد اذا كان السؤال ده مناسب ولا لا. تمام، ده هعمله لكم في فيديو صغير كده ان شاء الله باذن الله بعد الفيديو ده. تمام، طيب جميل، يبقى الانترودكشن الانستراكشنز والكويشنز. غير الجايد لاينز الخاصه بالاسئله نفسها، في جايد لاينز خاصه بالديزاين بتاع السيرفي. تمام، ان الكوشنير بتاعي او السيرفي لازم يبقى متنظم على حسب لوجيكال سيكونس. ماشي، لازم يبقى متسلسل بتسلسل منطقي. الكوشنير must be not more than 10 question to page، يعني مش مثلا احط 40 سؤال في الصفحه، لا لازم احط مثلا في حدود الـ10 في الصفحة عشان يبقى readable او اقدر ان انا اقراه بشكل واضح. Spaces are presented in a non-confusing manner، يعني ايه؟ يعني الفراغات ما بين الاسئلة او المسافات ما بين الاسئلة ما تكونش confusing. يعني ايه ما تكونش confusing؟ يعني لو مجموعة اسئلة مرتبطة ببعضها اعملهم مع بعض وبعدين بعد كده ابقى اعمل سبيس واعمل مجموعه اسئله تانية. تمام، مش افصل بسبيسز كبيره ما بين مجموعه اسئله مرتبطه ببعضها. بري تيست، بري تيست يور سيرفي وذ 10 تو 20 ريسبوندنتس تو اشور ذا ادكواسي اوف ا كويشن اوف ات او اوف ذا كويشنير. طب ليه اعمل بري تيست؟ علشان اعرف اذا كان الكوشنير بتاعي مناسب فعلا للفئه اللي انا عاملاه او مصمماه ليهم ولا محتاج تعديل. تمام، البري تيست دي احنا كنا ذكرناها في السامبل سايز لو تفتكروا. تمام، في حاله البري تيست لاي كوشنير قلنا ان احنا بناخد من 10 لـ 20 علشان نعرف ايه، نعمل حاجه اسمها بايلوت ستادي. البايلوت ستادي هو البري تيست لاي حاجه، اللي هو حاجه مبدئيه اشوف انا ماشيه صح ولا ماشيه غلط، اختبار مبدئي لطريقه التجميع بتاعتي عشان اشوف اذا كان انا ماشيه صح ولا ماشيه غلط. question must be in order، لازم طبعا الاسئله تبقى مترتبة. instructions should be kept to a minimum، خلاص ما عدش اديله تعليمات تعليمات تعليمات، محدش بيحب التعليمات الكتير، فانت حاول تقلل تعليماتك بقدر الامكان. الطول بتاع السيرفي، الطول بتاع السيرفي نفسه depends on a variety of things. ماشي، ايه بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على غرض السيرفي، انت هتقيس ايه. خلاص، كل ما كان الأسئلة محددة، وخد يعني خد الكلام ده في حسبانك، إن هو كل ما كانت الأسئلة محددة وقصيرة والسيرفي نفسه قصير، كل ما كانت الإفشنسي بتاعت السيرفي عالية. خلاص، فأنت خليه مينيمال أز بوسيبل. يبقى الـ purpose of the survey، top type of problems of or questions investigated، age of respondents involved in the survey، العمر بتاع اللي قدامك،
عندهم صبر وتحمل ولا لا. لو هم اطفال او مسنين مش هيكون عندهم صبر وتحمل. هو هتقولي هو ممكن ادي او اجيب اطفال اعمل عليهم سيرفي؟ اه ممكن عادي جدا، بس في الحالة دي السيرفي بيبقى عبارة عن ايميجز ومثلا فيسز او كده، علشان هم مش بيعرفوا يقروا زي الكبار طبعا، تمام، وعلشان يبقى كاتشي بالنسبة لهم. type and complexity of questions in the questionnaire، خلاص مدى صعوبة الأسئلة اللي في السيرفي بتحدد لي برضو طول السيرفي. اللوكيشن ان ذا كانتري وير ذا ستادي از كوندكتد، خلاص المكان اللي في البلد اللي انا هروح له وهقيس عليه او هجمع منه البيانات دي. طبعا لو مكان مثلا بدائي او قرية او ناس مش متعلمين تعليم كبير، طبيعي لازم اكون محددة في الأسئلة بشكل كمان زيادة علشان أقدر إن أنا أوصل للبيانات اللي أنا محتاجاها. طيب specific setting of testing situation time of year، الوقت اللي في السنة اللي أنا بقيس فيه السيرفي بيفرق. أيوة بيفرق. time of day، وقت بالليل بالنهار والناس فايقة والناس رايحة تنام، الناس مستعجلة علشان وراها مواعيد معينة بعد الشغل. لا انت روح في وقت مناسب، تمام، علشان تقدر ان انت تقدم او تجمع البيانات بتاعتك. طب لو انت مجبر ان انت تروح في وقت معين في وقت شغل مثلا، تمام، لازم برضو اللينث بتاع السيرفي بتاعك بيناسب الوقت. type of interviewer used، خلاص professional or amateur، نوع المحاور اللي حضرتك موكله ان هو يجمع البيانات دي، بتفرق طبعا في طول السيرفي. لو حضرتك مأجر او طالب من شركة professional ان هي تجمع لك البيانات، تمام، فبالتالي هو هيبقى طول السيرفي الشخص البروفيشنال هيقدر ان هو يكوندكت السيرفي حتى لو طويل، تمام. لو هو هاوي او واحد صاحبك قلت له وكلته عشان يساعدك مثلا، او حد مش بروفيشنال، فبالتالي برضه طول السيرفي لازم يكون مناسب للشخص اللي حضرتك موكله بجمع البيانات. طيب جميل، دلوقتي زي بعد ما عرفنا الجايد لاينز الخاصة بالديزاين، هنعرف طرق تجميع البيانات عن طريق السيرفي، يا اما باي ميل، احنا قلناهم بالمناسبة في اثناء ما كنا بنقول سيرفي في الاول، يا باي تليفون او انترفيو او جروب ادمنستريشن، تمام. كل واحدة من دي ليها ادفانتج وديس ادفانتج، دي حضراتكم هتلاقوها في الكتاب عندكم، ممكن ترجعوا لها، هي حاجات بسيطة ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله المحاضرة الجاية او الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى عبارة عن الابليكيشن اون سيرفيز. ان شاء الله بإذن الله نتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم.